مرحبا متتبعي قناة أشكين دائما من قلب مدينة البيضاء، وبالتحديد اليوم في ضيافة الأستاذ عبد العالي الغني عن التعريف بالأكباش ديالو، وكذلك غنغوصوا معاه في مشاكل ديال هذا العيد، واش الثمن باقي هو أم لا، وكذلك حتى الجودة ديال الأكباش. نحن الآن نتواجد بالبطوار القديم، ياك يا أستاذ عبد العالي. مرحبا خويا عبد العالي. الله يبارك فيك. شنو يمكن نقول لك اخويا عبد العالي بالنسبه للثمن ديال هذا العام وبالنسبه حتى للجوده؟ خويا بالنسبه للجوده، الجوده ما غندويش على الجوده، ممتازه. كما كنعرفوا المكتب الوطني للسلامه الغذائيه كيدير الدور ديالو على طول السنه في مراقبه ديال الاغنام ومراقبه القطيع والصحه ديالو، وحتى في عمليه الاحصاء وداك الشيء مدير الدور ديالو. غير هو الثمن اللي زايد حاليا، مرتفع الثمن ب 5 دراهم في الكيلو على العام اللي فات، زايده 5 دراهم حاليا. راه كنقول لك باقي العيد ما وصلش، دابا حنا كنبيعوا ماشي للعيد، باقي ما بديناش نبيعوا للعيد، وزايده 5 دراهم في الكيلو. يعني ذاك العام شحال كان الثمن ديالك؟ هذاك العام في العيد كنا كنبيعوا ب 60 درهم. دابا كنبيعوا ب 65 درهم، وباقي ما كنبيعوش للعيد، راه كنركز باقي ماشي للعيد. يعني ملي غيتحمل العيد شحال تكون؟ تقدر تزاد واحد 2 دراهم 3 دراهم حتى 5 دراهم في الكيلو. يقدر يوصل 70 درهم للكيلو على حساب السوق اش دار. 70 درهم للكيلو. تقريبا تقريبا. الكبش شحال كيوزن؟ الكبش تقريبا الكبش كيف ما كنقولوا كيبدا تقريبا اللي هو الجائز الاضحيه كيبدا تقريبا من 35 30 35 كيلو، وغادي حتى ل 140 كيلو. 140 كيلو. يعني كنقولوا زايده واحد 600 درهم. زايده ابتداء من 500 درهم حتى ل 1000 درهم. قد ما الكبش كيتزاد الوزن ديالو وهذيك الزياده كتزاد. يعني اللي كيعيد ب 30 غيعيد ب 40. واللي كيعيد ب 40 غيعيد ب 52، وغادي اللي كيعيد ب 60 غيعيد تقريبا بواحد 74000 75000 وهي غادا. بالنسبه للمراقبه كاينه؟ لا المراقبه كاينه، المكتب ديال لونسا قايم بالواجب ديالو في هذا المجال ديال كيف ما كنعرفوا. من بعد اللي كانت وقعت هذيك الفضيحه ديال اللحوم اللي خضارت وخسرت الناس، من تما ولات واحد المراقبه اللي هي متشدده من ناحيه المراقبه ديال الاعلاف، مراقبه ديال حتى المياه ديال اللي كيشربوا البهيم، تما كيجيو كيقلبوهم وكيكونتروليهم على طول السنه. بالنسبه للعف الثمن ديالو هو لا الثمن طلع كيف ما كنعرفوا. حنا كنعيشوا واحد السنتين اللي هي استثنائيه، يعني كان عندنا الجفاف اول حاجه، اللي حنا عامين وحنا كنعيشوا الجفاف، زائد الحرب الاوكرانيه الروسيه اللي كنعرفوا بان اوكرانيا وروسيا هما اللي كنجيبوا منهم الاعلاف وكنجيبوا منهم الحبوب، راه الثمن زاد ديال العلف هو اللي كيأثر على هاد الزيادات. شحال زاد فيه؟ العلف من 2 دراهم ونص واصل حتى 6 دراهم. حتى 6 دراهم. الكبش شحال ياكل في النهار تقريبا عند كلاك؟ الكبش كان كياكل 10 دراهم في النهار اللي كان كياكل، دابا راه واصل حتى 20 درهم في النهار بالدواء ديالو بالماء ديالو بكل شيء، اللي واصل حتى 20 درهم في النهار. يعني تزاد حتى 20 درهم في النهار. يعني باين الثمن ديالو غيكون شيء طبيعي. راه مني شوف راه ملي كيتزادوا المصاريف هذاك الشيء، راه الثمن ديال الحولي غي، وزائد ان الكبش بانه هو صغير تباع غالي. راه الناس شراو في شهر 12 وفي شهر 11 وشهر 1 شراو ب 2500 درهم. بالنسبه للكبش موجود؟ لا الكبش موجود الحمد لله كما كنعرف. كيقول لك راه كاين نقص في الكبش، غادي يجيبوه من برا؟ الكبش اللي غادي من برا غيجيبوه للذبيح باش نبداو نوجدوا ان البهايم يذبحوا وما نقيسوش هذاك القطيع ديال العيد، باش القطيع ديال العيد ما ندخلوش فيه ونبداو نكورسيو منه. كنخليو القطيع ديال العيد، وحتى القطيع اللي ورا العيد حتى هو خاصو يبقى، يعني خاصنا نبداو ندخلوا غنم من برا باش تذبح ونخليو القطيع ديالنا يرتاح. ماشي دابا باقي الحال شويه، تتبقى ديك 20 يوم 15 يوم كنبدا الدخول ديال الغنم، بدا الدخول الغنم ديال العيد، ويبدا الرشيم هنايا في مجازر القديمه ولا عند اي واحد، ويبدا يرشم هذيك الساعه على تيساع، ويتجنبوا يومين الاخر. انا اللي كنصح المواطنين كل عام فانهم يجيو يتجنبوا ديك اليومين الاخيره اللي قبل العيد. انا كنصح المواطنين انهم يتجنبوا يومين الاخيره اللي قبل العيد، حيت هذيك يومين الاخيره اللي قبل العيد هي اللي كيوقع فيها المشكل، هي اللي كنصاحبوا فيها الغنم ما بقاتش. هي الغنم راه كاينه، راه غير باش نمشي نجيبها من واحد المكان اللي هو بعيد غيخصني واحد النهار ولا نص نهار. يعني كنقول اللهم نبقى مقابل المحالي وما نتكرفش ونمشي نجيبها، وداك الشيء خاص الناس تشري قبل العيد على تيساع، كيكون تيساع الحمد لله، وجميع التسهيلات راها متوفره الحمد لله هنايا في المجازر القديمه ولا في اي محلات اللي هما معترف بها. كتعطي واحد التسبيق، كترشم الحولي ديالك حتى لصباح العيد كاع، وتجي دي حوليك وكمل الباقي اللي بقى لك.
الحمد لله جميع التسهيلات. الانسان يرسم الحولي ديالو على تيسع ويتجنب يومين الاخيره. عندك مطلب خويا عبد العالي؟ اخويا شغن نقول لك اللي غنضيف هو خاصنا شي حاجه خاصاكم نتوما هنايا. احنا خاصنا الحمد لله خاصنا غير السر وراحة البال. واش غنقول لك الحكومه خاصها ما تشوفناش حنا بيع وش الرعايه شرينا الغلا غنبيعوا الغلا. خاصها تشوف الكساب عوض في ماشي الدعم في الاعلاف عوض. ما كاين اللي عنده 200 ديال الخروف عطاو خمسه الخشات. خشيت الخشات اش غيديروا ليه؟ وشاريهم راه مخلصهم واحد جوج دراهم للكيلو. خاص تعاود واحد الرؤيه وتعاود ما تكونش الفرزيات في الدعم. وداك الشيء اللي كيستاهل خمسه نعطيو خمسه واللي كيستاهل 100 خيشه نعطيو 100 خيشه. يعني حتى طريقه توزيع ديال الاعلاف غير عادله ولا غير منظمه. المهم كيف ما بغاو يحسبوها. خاص اللي يستاهل 100 خيشه يعطيوه واللي يستاهل خمسه الخيشات يعطيوهم ليه. هذه هي الصراحه باش يمكن الثمن يكون توا داكشي اللي كان حيت كنقولوا الدعم. دابا راه كنقولوا حنا الدوله كتقول الحكومه كتقول حنا دعمنا الفلاح. ملي كتمشي كدوي مع شي كساب ولا شي كنتكلموا على الدعم. ملي كدوي مع شي كساب كتقول ياك خدتوا الدعم كيقول لك شحال. رانا عندي 200 ديال الخروف عطاوني خمسه الخيشات. خمسه الخيشات فيهم خمسه غيوكلهم في نهار وغير شعير مازال خاصو يجيب اعلاف اخرى باش يقاد ديك التركيبه ديالو. شكرا لك موقع اشكال. الله يحفظك. مرحبا. الله يبارك فيك. ونتمناو باذن الله تعالى كل شيء يدوز بخير. هذاك الشيء اللي كاين وكنتمناو الله يوجد المغاربه باش يكونوا مع هذه الاضحيه ويقتنيوها في اجواء الحمد لله اللي هو يكون مرتاح وما حيت الانسان المسكين اللي ما عندوش راه كيمشي يشري الحولي ومسكين بحال الحشمان والكرامه ديالو. وحنا عارفين الناس كتقصح في هذه المناسبات هذه. كنتمناو من الله يوجد المغاربه كاملين باش يقتنيوا الاضحيه بخير وعلى خير ويعينوا مع وليداتهم السلام. العفو. شكرا المتتبع صاحب اكباش اعطانا جميع شروحات حول العيد الكبير. ونتمنى ان الانسان يدير بالنصيحه ديالو ويتقدى قبل ما يجي العيد باش ما يكونش الاكتضاد. والاكباش راه موجوده ولا خوف عليها ان شاء الله. وتحيه طيبه للجميع والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم. ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.